السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، الامور مزيانه، هانيين اخواننا المشاهدين. انا عندي شويه ديال النحل هنا في المنطقه ديال تاونانت، وهاد المنطقه ديال تاونانت هاد البلاصه سميتها عين بوعدل، سميتها عين بوعدل، وعندي النحل فيها. ودابا حاليا راني وصلت لعين بوعدل كما كتشوفوا معنا، كنوريكم شويه ديال الطبيعه، تشاهدوا معايا شويه ديال الطبيعه. هانتوما هاد الجبال، ها سميتو السكنات، يعني الغابه، طبيعه زوينه، هانتوما كتشوفوا معايا. دابا حاليا راني وصلت وغادي نتوضا ونصلي ان شاء الله الى تقبل الله، ويتبرد النحل شويه لحقاش عندي النحل قريب للسكنات، و الى قصتو دابا راه غادي يبدا يعض ليا الناس، وبغيت نخلي تيبرد الحال شويه باش نبدا نقلب النحل شنو فيه، واش كاين شي عسل نحيدوها، واش كاين شي مرض نجيبو له الدواء، واش كاين شي، المهم الحاجه اللي كاينه راه خصنا نديروها. انا قربت لكم دابا المنحل عندي، غنوريكم المنحل فين كاين عندي. ها انت، ها النحل فين راه، هني بعيد شويه ولكن معليش راه كيبان. هادا السكنه ديال العساس، فين ساكن العساس. هاد الجبل هذا الفوق راه الطبيعه، وكاينه واحد العين حتى هي، غنصيفط لكم فيديو ديالها ان شاء الله من بعد هاد الفيديو هذا، غنصيفط لكم فيديو ديال العين. عين تبارك الله، شتها غير تجي لها في يامات الصيف كتكون عامره. هانتوما الطبيعه كي دايره، نوريكم كلشي. الطبيعة ديال هاد الدنيا ديال تاونانت زوينة، زوينة بزاف، والأكثرية كتكون في شهر 7 وشهر 8 في العطلة، كتكون زينة بزاف، منطقة باردة وفيها الطبيعة وكل شيء. والسلام عليكم الأخوان، ومن بعد نكمل معكم.